ندخل بقى في جزء السكيورتي على الجروب بوليسي. ايه جزء السكيورتي ده؟ تعالوا الاول بس اشيل كل الحاجات اللي انا عاملاها دي بقى انفورست. تمام، ايه جزء السكيورتي ده؟ لو دخلت هنا مثلا على مستوى الدومين كنترولر ككل، ايديت، تحت كمبيوتر كونفيجريشن، تحت بوليسز، تحت ويندوز سيتنجز، تحت سكيورتي سيتنجز، نمسك بقى واحده واحده. اول حاجه اكونت بوليسي، باسورد بوليسي، انفورس باسورد هيستوري 24 باسورد. طب احنا كنا بصينا بصه سريعه قبل كده على دي، ده يعني ان انا لو غيرت الباسورد دلوقتي او اليوزر لو غير الباسورد يعني قدامه 24 مره كمان قبل ما يفكر ان هو يستخدم نفس الباسورد. الهيستوري كم مره؟ 24. يعني لو حط الباسورد 1 2 3 لازم يكون عدى عليه 24 باسورد جديده قبل ما يقدر يستخدم تاني نفس الباسورد اللي هي 1 2 3. ماكسيمم باسورد اتش 42 يوم. يعني ايه؟ اليوزر ممكن يكون اساسا بيستهبل، صح؟ كل شويه يغير الباسورد او ما بيغيرش الباسورد خالص. لو اليوزر كل شويه يغير الباسورد مش هيعرف ليه؟ لان المينيمم باسورد اتش 1 داي. يعني ايه؟ لو اليوزر غير الباسورد لازم يعدي عليه يوم كامل قبل ما يقدر ان هو يغير الباسورد تاني. تمام؟ ده لو واحد بيستهبل كل شويه يغير الباسورد ويجي لي يقول لي انا نسيت الباسورد. تمام؟ طب لو واحد ما بيغيرش الباسورد خالص، لازم في خلال 42 يوم يكون غير الباسورد، يا اما الاكونت بتاعه هيبقى ديسيبلد. وقبل ما الاكونت يبقى ديسيبلد بخمس ايام هينزل له بقى كل شويه يطلع له نوتيفيكيشن كده غير الباسورد، غير الباسورد، ها؟ غير الباسورد. لان لو عدى عليه 42 يوم من غير ما يغير الباسورد كده خلاص مش هيلوج تاني. لازم يجي لي انا اعمل له انيبل تاني. تمام؟ مينيمم باسورد لينث 7 ايام. يعني ايه؟ 7 كاركتر. يعني ايه؟ يعني لازم يكون الباسورد كومبلكس 7 كاركتر. تمام؟ باسورد ماست ميت كومبلكسيتي ريكويرمنت انيبل. لو عملت عليها دبل كليك الباسورد لازم تكون كومبلكس. لو دخلت هنا على الاكسبلين، يعني ايه كومبلكس؟ يعني لازم يبقى استخدم ابر كيس من اي كابيتال لزد كابيتال، لور كيس من اي سمول لزد سمول، ديجيتس من 0 لغايه 9 وسبيشال كاركتر. كل دول لا، قال لك فوق هنا لازم تستخدمي كونتين كاركترز فروم 3 اوف ذا فولوينج 4 كاركترز. يعني لازم استخدم ثلاث حاجات، ثلاث حاجات زي ايه؟ كابيتال مع سمول مع ارقام، كابيتال مع رقم مع سبيشال كاركتر، مش شرط الاربعه. تمام؟ اخر واحده ستور باسورد يوزنج ريفرسبل انكريبشن ديسيبل. يعني ايه؟ انا كنت قلت لكم عليها قبل كده عشان دي اكست الماك القديمه، حتى مش الماك الجديده، الماك القديمه كان الباسورد اساسا لازم يظهر كلير تكست عشان بعض السيرفيسز قايمه عليه. يبقى الباسورد الانكريبشن بتاعه لازم يكون ريفرسبل. تمام؟ فعشان كده هو ديسيبل ده اساسا. لكن لو انت دلوقتي الاو يو دي هيلوجن عليها اجهزه يوزر سوريا بيستخدموا يعني اجهزه ابل القديمه، تخلي الاوبشن ده ايه ساعتها؟ تخلي الاوبشن ده ايه؟ تمام؟ لو انا جيت دلوقتي هنا على مستوى عبير مثلا كليك يمين وقلت له ريسيت باسورد وحطيت له 1 2 3 1 2 3 اوكي، اداني ايرور. احنا اتفقنا لازم تكون الباسورد كومبلكس ولازم يكون 7 كاركتر، حتى لو الادمن، حتى لو الادمن جه غير الباسورد بتاعته هو. تمام؟ في فيتشر بقى اساسا ظهر ابتداء من ويندوز سيرفر 2008. الفيتشر ده بقى اسمه ايه؟ فاين جريند باسورد. فيتشر اسمه ايه؟ فاين، اكتبها لكم، فاين جريند باسورد. ايه فاين جريند باسورد ده بقى؟ عبير دي رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه، تمام؟ لوحدها كده بقى دونا عن الناس كلها، عايزه الباسورد بتاعها لما تيجي تغيره يكون باسورد سامبل، عايزه الباسورد ما يعديش عليه 42 مره قبل ما تقدر ان هي تكتبه تاني، عايزه السيتنجز لوحدها. تمام؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ احط عبير في اويو لوحدها واطبق عليها بوليسز؟ مش منطقي، صح؟ عشان كده ابتداء من ويندوز سيرفر 2008 مايكروسوفت عملت فيتشر اسمه فاين جريند باسورد. فكرته عباره عن ايه؟ ان انا ممكن اضيف جوه، هلعب كده بطريقه معينه بحيث ان انا دلوقتي اطبق بوليسز معينه مختلفه رغم ان اليوزر جوه نفس الاويو. تمام؟ هطبق بوليسز مختلفه على يوزر او على جروب.
على يوزر او على مين؟ جروب. انا هطبقه دلوقتي على يوزر، هتبقى نفس الفكره. لو عايز تطبقه على جروب لم الناس اللي كلها جوه جروب وطبقه على جروب، تمام. الكلام ده عشان اطبقه اساسا لازم اساسا يكون الدومين فانكشنال ليفل 2008. لازم يكون الدومين فانكشنال ليفل على الاقل كام؟ 2008. انا عارفه ان انا اساسا الويندوز سيرفر 2016 لما نزل اقل حاجه فيه 2008، كان يفرق معايا في قبل كده في الويندوزات اللي قبل كده، انما خلاص دلوقتي اقل الدومين فانكشن ليفل اصلا 2008. اطبق الكلام ده ازاي؟ هاجي هنا على مستوى الدومين واقول له اي دي اس اي اديت. فاكرين الاي دي اس اي اديت؟ احنا كنا قلنا فيها ان انا بلعب في اللو ليفل كده، بلعب فين؟ في اللو ليفل، تمام. هدخل على الاي دي اس اي اديت، كليك يمين كونكت تو، هسيب كل حاجه على الديفولت. اوكي، لو جيت كبرت دي كده. هدخل دلوقتي على جزئيه السيستم، بعد كده على باسورد سيتنج كونتينر، فاضيه. هكليك هنا يمين واقول له نيو اوبجكت، تمام. قال لي انت عندك اوبجكت اسمه باسورد دي اس سيتنج، ماشي انا ما عنديش غيره. اوكي ماشي، نيكست. هنا بقى بيقول لي طب اكتبي لي ديسكريبشن اصلا للسيتنجز او للبوليسي اللي انت عايزه تعمليها. حاضر، هقول له مثلا اكسكلود باسورد ريستريكشن، وما ينفعش فيها مسافات، تمام؟ مسافات عايز تستخدم اندرسكور اوكي، بس المهم مسافات ما ينفعش. نيكست، طالب مني هنا انتجر رقم. ايه الانتجر ده؟ باسورد سيتنج بريسيدنس. يعني افرض دلوقتي ان عبير ممبر من اكتر من جروب. معايا صلاح؟ افترض دلوقتي ان عبير ممبر من كذا جروب. يا ترى انهي بوليسي اللي هتطبق عليها؟ تمام؟ الجروب الاولاني هديله مثلا فاليو واحد، وجروب تاني هديله فاليو اثنين، عبير ممبر من الاثنين جروب، صح؟ يبقى ساعتها اللي هيطبق عليها اللو فاليو، الرقم الاقل. الرقم مين؟ الاقل. يعني دلوقتي لو انا تاني عامله اثنين سيتنجز، تمام؟ واحده اديت لها رقم واحد وهطبقها على جروب معين، وسيتنجز ثانيه اديت لها رقم اثنين وهطبقها على جروب تاني، عبير ممبر من الاثنين جروب، هيطبق عليها مين؟ اللي واخد بريستنس كام؟ واحد. تمام؟ اوكي. طالب مني بعد كده بوليون. بوليون يعني ايه؟ يعني ترو او فولس. نقرا مع بعض. بس ريفرسبل انكربشن، يا عم فولس. مش عايز انا بس اللي هي ديسيبل يعني الاخر. فولس يعني ايه؟ ديسيبل. انا هيفرق معايا ايه بس ريفرسبل انكربشن؟ صح؟ نيكست. باسورد هيستوري لينس اللي هما كانوا كام؟ 42 يوم. بس هنا طالبها مني انتج الرقم باسورد هيستوري لينس اللي هو كان 42، انا اسفه 42 مره يوم، يعني دي مصر على يوم 42 مره، تمام. هخليه مثلا مره واحده او زيرو. يلا زيرو معناها ان هي تقدر تستخدم الباسورد كذا مره، مفيش هيستوري، تمام. نيكست، باسورد كومبلكستي ستيتس، يعني هي هتبقى الباسورد دي ينفع تكون كومبلكس ولا لا، وطالبها مني بوليون. طبعا الديفولت في الجروب بوليسي enabled يعني ترو. طب انا بقى عبير دونا عن الباقي هقول له فولس، يعني مش شرط ان هي تستخدم باسورد كومبلكس. نيكست، مينيمم باسورد لينس هي كانت قد ايه؟ يو يو، صح. وطالبها مني هنا انتجر يوم ايه؟ باسورد لينس، انا اسفه، طول سبعة كاركتر. ايه يا اشرف وانا بقول رقم سبعة كاركتر، معلش سوري انا اسفه، خلاص يا اسلام باشا، تمام. مينيمم باسورد لينس اللي هي تاني قد ايه؟ سبعة كاركتر. سبعة يا صلاح، انت نمت نمت وتصحى مرة واحدة. سبعة، تمام. فهخليها مثلا واحد، يعني من حقها ان هي تحط الباسورد كاركتر واحد بس، ما انت المديرة بتاعتك بقى لازم تعمل اللي هي على مزاجها، تمام. نيكست، مينيمم باسورد ايج ده اللي كان هو يوم يا اشرف، تمام. وطالبها مني ديوريشن، ديوريشن فترة انتوا عايزينها قد ايه؟ يوم مثلا تاني، هنخليها برضه يوم، تمام. تكتبها ازاي؟ اقول لكم على حاجه، نخليها مثلا ساعه زمن days hours minutes seconds. وضحت كده؟ الديوريشن لازم يتكتب بالصوره دي، days
hours, minutes, seconds. تمام؟ next. days, hours, minutes, seconds. هو مش قابلها ليه؟ دي لازم يعني يكون 59 مثلا للدقة، يا اما تخليها هنا ساعة. تمام؟ واحد يعني. next. طيب الديوريشن بس المرة دي للماكسيمم بس وبإيش؟ ماشي اوكي. حطوا له برضه كما اللي انتوا عايزينها وخلوها كما قليلة. بمزاجها بقى. صح؟ next. انتجر طالب رقم لوك اوت ثري شولد. ايه لوك اوت ثري شولد ده؟ تعالوا نرجع هنا للجروب بوليسي كده الاول. edit policies security settings account. احنا شفنا الحته بتاعت الباسورد دي صح؟ لو دخلت هنا على account لوك اوت بوليسي، ايه لوك اوت ده؟ افرضوا دلوقتي ان عبير كتبت الباسورد كذا مره غلط في خلال مثلا 30 مينت، كتبت الباسورد 10 مرات غلط في خلال 30 مينت، مش ده اغلب الظن ان عبير كده اساسا مش هي اللي قاعده على الجهاز وان واحد بيجرب؟ صح. يبقى انا ساعتها اعمل لها لوك، مش لوج، لوك للاكونت لمده مثلا 30 دقيقه برضه. تمام؟ ليه؟ حد بيجرب. ما هو 10 مرات غلط في خلال 30 مينت اعتقد كتير قوي. فهيتعمل لها لوك، يعني حتى لو كتبت الباسورد الصح مش من حقها ان هي تدخل الا بعد قد ايه؟ 30 دقيقة كمان. الا اذا جت لي هي بنفسها، وهوريكم ساعتها ازاي انا بايدي كادمن اللي هعدل حاجة معينة بحيث ان انا اسمح لها تدخل دلوقتي. تمام؟ التظبيطة دي تيجي ازاي؟ account لوك اوت ديوريشن، هعمل لها لوك اوت لمدة سي مثلا 30 مينت. تمام؟ قال لي هنا اساسا انا هظبط لك الاثنين التانيين. ماشي اوكي، تعالى نشوف ظبطهم ازاي. account لوك اوت ديوريشن اتفقنا ان هو هيتعمل لها لوك لمده 30 مينت لو كتبت الباسورد 5 مرات غلط في خلال 30 مينت. يبقى تاني ده معناه ايه؟ لو كتبت الباسورد 5 مرات غلط في خلال 30 مينت هيتعمل لها لوك لمده 30 مينت. تمام؟ او العكس على فكره، account لوك اوت ديوريشن لو كتبت 5 مرات غلط في خلال 30 مينت ريست account لوك اوت كاونتر افتر، ده اللي هي هتفضل هنا فتره دي. تمام؟ تعالوا نظبط ده كده. هنا هقول مثلا انتجر لو دخلت مرتين او كده كتير قوي 10 مرات غلط في خلال نديها دي يوم مثلا. لا نبحبحها عليك. تمام؟ تطلع لمدة، يتعمل لها لوك لمدة 30 مينت مثلا. نكست؟ تمام؟ لا اوعى تضغط هنا فينش بقى. مور اتريبيوتس، الكلام انا ظبطت حاجات، انا ظبطت بوليسي هتطبق على مين؟ انا ظبطت بوليسي بس هتطبق على مين؟ فهاجي هنا اقول له مور اتريبيوتس واجي هنا اقول له ام اس دي اس از ابلايد تو ام اس دي اس بي اس ابلايز تو. ابلايز لمين؟ اكتب لي هنا عبير، بس اوعى تكتبها عبير، اكتب لي الديستنجوشت نيم بتاع عبير. اكتب لي ايه؟ عشان احنا اتفقنا ان انت كده بتلعب في اللو ليفل قوي. صح؟ تاني حاجه افرض دلوقتي ان عبير ليها، يعني مش لازم الاكتف دايركتور يبقى عارف مكان عبير فين عشان يطبق الكلام ده عليها. هو بيعرف المسارات ازاي؟ مش عن طريق اساسا الديستنجوشت نيم. تمام؟ فاجي دلوقتي بس كده هنا على مستوى عبير. مش عم خلص ومالك ثواني بس احسن عندك. اجي على مستوى عبير بس الاول اقول له فيو ادفانسد فيتشرز، هي تحت سيلز ايس او تحت اي جي، تحت سيلز يوزرز. ادي عبير اهي، كليك يمين بروبرتيز اتريبيوت اديتور. ادي ديستنجوش نيم فيو، واخد ده كده كوبي واجي اطبقه هنا واقول له ايد. اوكي.
فيش. طيب كده ممكن ده مثلا التايمر ده نخليهم هو كمان next more attributes ms applies to ms ds applies to لانه يجيبها كده يوريها لي. تمام عادي راهي لسه متطبقه فينيش. كان بس الفتره بتاعت اللي هي اللوج اوت ثري شولد مش متطبقه. تمام لو جيت انا ما ينفعش، انا خليتهم الاثنين زي بعض. هو مش شرط بس هي الفكره ايه، ما ينفعش ان انت تقول له هيكتبها فتره طويله قوي وتعمل له لوج اوت لفتره اقل. تمام حتى هنا لو عدلتها بالاسلوب ده هنا برضو مش هيقبلها. يعني لو جيت هنا مثلا على دي خليتها مثلا 50 منت قبلها، لكن لو جيت عكست خليت دي 60 بص ما قبلهاش. تمام طيب لو جيت انا كده بقى دلوقتي خلاص انا طبقت البوليسي بتاعتي. لو جيت على مستوى عبير كليك يمين ريسيت باسورد 1 2 3 اوكي. مش قبل كده كان يستحيل ان هو يقبلها؟ قبلها عادي جدا، قبل ان انا احط لها باسورد سنتر. ده كده الفيتشر ده اسمه ايه؟ فاين جريند باسورد. تمام في اي مشكله فيه؟ تمام كده خلصنا من الجزء بتاع ايه. كده خلاص دي تعالوا ندلتها ديليت. انا كنت بوريكم بس تاثيرها هيبقى عامل ازاي. طبعا دلوقتي لو عملت هنا كليك يمين ريسيت باسورد، بالمناسبه انا اديتها غير باسورد دلوقتي كام؟ 1 2 3 مش هتتغير. لكن لو جت تغيرها بعد كده لازم ايه؟ يطلب منها باسورد كومبلكس. تعال احط له 1 2 3 تاني كده اوكي ايرور. نحط له بقى باسورد العاديه بتاعتنا ريسيت باسورد عشان بس انا لوج ان على المكن اللي هناك بالاكونت ده عشان ما يعمليش مشاكل ويطلب مني ان انا اعمل لوج اوت. تمام نرجع تاني بقى هنا للجزئيه بتاعت مش عامل. نرجع هنا تاني بقى للجزئيه بتاعت السكيورتي. شفنا خلاص الباسورد الاكونت ثري شوت احنا ظبطناها 5 مرات غلط في خلال 60 مينت. تمام هيتعمل له لوج اوت لمده 60 مينت. تعالوا نجرب بقى الكلام ده. حاجه كده على المكنه اللي هي 10 اتقفلت ليه. اقول له بس جيبي ابديت على فورس عشان يتيك افكت الكلام اللي احنا عملناه ده. وهطلع بره دلوقتي واكتب الباسورد بتاع عبير كذا مره. تمام كده هكتب الباسورد كذا مره غلط. ادي مره ثانيه معايا. بص هنا المره دي الرساله اختلفت، ما قاليش الباسورد غلط، قال لي ايه؟ The referenced account is currently locked out and may not be logged on. انا هكتب له دلوقتي الباسورد الصح. بس قوي يعني صح؟ ايوه اصلا فين كده؟ ايوه معايا؟ لسه مديني نفس الرساله اللي هي ايه؟ رغم اني كتبت الباسورد صح قال لي
طب ادخل ازاي؟ انا قدامي دلوقتي 60 مينت قبل ما عبير تعرف تدخل تاني، اعمل ايه؟ لو جيت دلوقتي هنا على Active Directory Users and Computers على مستوى اليوزر اللي اسمه عبير Properties، ودخلت هنا على Account، هحط تشيك هنا Unlock Account، This account is currently locked out on this Active Directory Domain Controller. Apply، عشان علمت الصح. لو جيت دلوقتي هنا على مستوى المكنة بتاعتي وكتبت الباسورد، المفروض كده يدخل عادي. تمام؟ دخل اهو. خلاص يا شباب؟ كده الجزئية بتاعت ايه؟ اللوك. ندخل بقى على لوكال بوليسيز. أول حاجة شباب معايا يوزر رايتس. ايه اليوزر رايتس دي؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت يوزر رايتس ايه الفرق ما بينها وما بين بيرميشنز. بيرميشنز انا بدي بيرميشن على اوبجكت معين، لكن يوزر رايت ده عباره عن ايه؟ سيستم وايد، على السيستم ككل. يعني لو على سبيل المثال هنا اغلب اليوزر رايتس اساسا حالته نوت ديفايند، هتفرق قوي قوي لو جيت بقى اقفل ده كده ودخلت على دومين كنترولر بوليسي. احنا قلنا قبل كده ايه الفرق ما بين دي وما بين ديفولت دومين بوليسي. ديفولت دومين بوليسي دي اللي متطبقه على الدومين ككل، لكن ديفولت دومين كنترولر بوليسي دي متطبقه على الدومين كنترولر ذات نفسه، على الدومين ايه؟ كنترولر ذات نفسه. لو جيت هنا مثلا على الدومين كنترولر ذات نفسه، هتلاقي اغلب البوليسيز هنا مور ريستريكتد، خصوصا في الجزئيه بتاعت السكيورتي. يعني لو دخلت هنا على اليوزر رايتس، على اللوكال تحت يوزر رايتس، في حاجات هنا كتير معمول لها ديفاين. على سبيل المثال اد ورك ستيشن تو ادومين. فاكرين لما كنا قلنا ان اليوزر العادي من حقه انه يدخل 10 اكيد باي ديفولت وعملنا لها ديسيبل؟ صح؟ وساعتها كنت انا لما بكاري الكمبيوتر اكونت لازم احدد مين اليوزر اللي من حقه ان هو يدخل الكمبيوتر ده على الدومين، او ان انا اجي هنا واقول له اد ورك ستيشن او دومين، اد يوزر اور جروب براوز زي مثلا عبير تشيك نيم. اوكي، يبقى عبير دلوقتي من حقها ان هي تدخل الاجهزه على مين؟ على الدومين. عبير دلوقتي من حقها تدخل الاجهزه على مين؟ على الدومين. تمام؟ طيب ايه تاني؟ allow login locally، دي عملناها قبل كده زمان لو تفتكروا في اول الكورس بتاعنا. اليوزر العادي مش من حقه ان هو يلوجن على الدومين كنترولر. في فرق ما بين دومين ودومين كنترولر. اليوزر العادي مش من حقه ان يلوجن على الدومين كنترولر. طب لما انا زمان حبيت ان عبير تدخل على الدومين كنترولر عملت ايه؟ ضفتها هنا allow login locally. برضه هنا اد يوزر براوز، محدش يكتب لي هنا عبير، لان لما بقول له براوز واكتب له هنا عبير بيكتبها لي في الصوره دي تي شوت على عبير. تمام؟ طيب ايه تاني مثلا هنا؟ deny login locally. مين عايز ان انت تمنعه ان هو يلوجن لوكالي على الدومين كنترولر؟ تمام؟ قلبه بقى شوت داون ذا سيستم، دبل كليك. اليوزر العادي يقدر ان هو يشوت داون السيستم، حتى لما تفتكروا عبير لما دخلت فعلا على السيستم وعملت لها الاو ان هي تدخل لوكالي على المكنه بتاعت الدومين كنترولر، كانت لما بتيجي تضغط على كلمه ستارت مفيش اوبشن تشوت داون اصلا. الاوبشن الوحيد اللي كان افيلبل عندها ساين اوت، تقدروا تسمحوا لعبير ان هي تعمل شوت داون للسيستم. فقلبوا في دي بقى، فيها شويه حاجات محترمه بصراحه. في هنا ادجست، في واحد اهي تشينج سيستم تايم. اليوزر العادي ما يقدرش ان هو يغير الساعه، تقدروا ان انتوا تدوا له برميشن هنا ان هو يغير الساعه. اترجم ايه؟ لا ثانيه واحده، انت عمرك اصلا ما هتبقى عارف كل ده. انا ما اعرفش حتى عشر ده. انت بتبقى عارف الجروب بوليسي مثلا 20 30 واحده اللي انت شغال بيهم على طول بايدك، اللي انت محتاجهم في شغلك، انما ان انت تمسك الجروب بوليسي كله على بعضه كده مستحيل. انت بتتكلم في كام جروب بوليسي؟ تمام؟ تعالوا نرجع تاني بقى على اللي متطبقه على مستوى الدومين ككل. اديت، هوريك شويه حاجات دلوقتي كده يا صلاح. لو دخلت هنا على لوكال بوليسيز، احنا شفنا كده اليوزر رايتس، الاوديتنج دي لسه هنشوفها. تمام؟ سكيورتي اوبشن دي برده فيها شويه حاجات محترمه قوي قوي بصراحه. مثلا واحدة هنا بالتاريخ 10
كنت بقول لك عليها. Don't require alt control delete. تمام؟ طيب ماشيين اكونت بوك اوت ثري شولد يا تمام. طيب في واحده هنا انتراكتيف لوجن هي تحت هنا. بصوا دي don't display last username. don't display last username مش انا اصلا لما بدخل على المكنه بتاعت الكلاينت الاكونت بيصل عندي الفيرست نيم مسافه لاست نيم. انت كده اديت الاتاكر اي حد باد جاي يعني بيحاول ان ياتاك على السيستم انت كده اديت له معلومه عن اليوزر صح؟ ما هو ممكن يبدا ان هو يستنتج اللوجن نيم اساسا بناء على الفيرست نيم واللاست نيم. فانت هنا ممكن تقول له لا الليست نيم ده اساسا ما تعرفوش. تمام. مسج تكست فور يوزرز اتمبتنج تو لوجن. فاكرين البانر على سيسكو؟ البانر بتاع سيسكو البانر ده كان ايه؟ رساله دعائيه كده وانا داخله على السيسكو. ممكن اعمل زيه هنا يعني ممكن اقول له هنا مثلا مسج تكست وتكتب له هنا اي تكست سي مثلا اف يو ار نوت اوثورايزد لوجن اند دوي. طبعا اكتب بانر محترم اكتب مسج محترم ما تكتبش الهبل اللي انا كاتباه ده. تمام. هو الفكره دلوقتي ان اليوزر او اي اتاكر هيشوف الرساله دي هيترعب ويجري؟ لا. بس انت كده بتستخدمها ايفيدنس في المحكمه دليل في المحكمه لو انت اثبتت مثلا ان اسلام بيدخل على السيستم عمال يحاول ان هو يدخل على السيستم رغم ان هو مش اسرائيل. انت عملت مونيتورنج وعرفت ان الراجل ده بيحاول يعمل لوجن على السيستم. هتجمع الادله دي كلها هقول لك وانا شعرفني انا كنت انا كنت انا ما اعرفش اصلا ان المفروض ان انا ادخلش. لا انا عامله لك بانر اهو وكاتبه لك مسج قبل ما تدخل تمام ظاهره قدامك على السيستم انا قايله لك ايه؟ ما تحاولش تكتب يوزر نيم وباسورد طالما انت مش اسرائيل. تمام؟ ده كده المسج. في عندي هنا كمان مسج تايتل. تمام؟ مثلا تكتب له اسم الشركه. اي تايتل كده تمام. يا صلاح برومبت يوزر تو تشينج باسورد بيفور اكسبيريشن عشان انا قايله لكم ان باي ديفولت كل خمس ايام قبل ما الباسورد تبقى اكسبايرد المفروض انه بيصدر له رساله كده في النوتيفيكيشن يقعد يقول له غير الباسورد. تقدر ان انت تعدلها من هنا كام دي. تمام. تعالى اوريكم شويه حاجات هنا برضو على مستوى الدومين كنترولر اديت تحت بوليسز ويندو سيتنجز سكيورتي سيتنجز سكيورتي اوبشنز. هتلاقي فينا حاجات اصلا معمول لها ايه ديفاين. تمام. allow users to be shut down without having to login. تسمح لليوزرز ان هم يعملوا لوجن شوت داون اصلا من بره قبل ما يعملوا لوجن على السيستم. تمام. اهي فورس لوج اوف دي اللي كنت اقصدها دي اللي كنت بدور عليها فورس لوج اوف بس دي كنت عايزاها هناك بقى كنت عماله ادور عليها هناك علشان تتطبق على مستوى الدومين ككل. فورس لوج اوف وين لوجن اورز اكسباير. يعني مش انتوا لو تفتكروا لما كنا قلنا اللوجن اورز في اول الكورس خالص تعالى اوريها لكم علشان انا متاكده ان انتوا نسيتوها. لو جيت هنا تحت اكونت لوجن اورز عبير من حقها تدخل على السيستم في اي وقت لكن انا ممكن احدد لها وقت معين تدخل فيه ووقت تاني يبقى بالنسبه لها دي نايت. طب معنى كده ان لو انا دلوقتي الوقت اللي هو اللي هتبقى دي نايت فيه جه يعني انا مثلا سامحه لها من 9 الصبح لغايه 5 الظهر لغايه 5 المغرب ده وقت الشغل بتاعها جت الساعه 5 هيتعمل لها لوج اوت وهي لسه شغاله؟ لا صح؟ مجرد ما الكلام ده يدينا قد كده. لكن لو انت اديت لها هنا علامه صح بالظبط تمام يبقى هي اصلا لو داخل على السيستم وشغاله اول ما تيجي الساعه 5 لوحدها كده يتعمل لها ايه؟ لوج اوت. واضح؟ تمام. ده كده الجزئيه بتاعت مين؟ السكيورتي اوبشن. تمام. يعني معنى كده ان انا في عندي مجموعه من البوليسز هنا متطبقه باي ديفولت ولا لا؟
ايه رايكم ان انا كمان ممكن ان انا اقدر ان انا اكرييت تمبلت معينه واجهزها بطريقه كده تمام، انا مش هطبقها، انا بستخدمها كتمبلت، وقت ما احتاجها اطبقها على السيستم بتاعي. اجيب منين التمبلت هنا؟ مش من الشاشه دي خالص، امال منين؟ من الام ام اس سي. وميزه التمبلت دي ان اي يوزر يقدر ان هو يكرييت تمبلت، مش شرط ان هو يكون ادمنستريتور، مش شرط يكون ايه؟ ادمنستريتور. لو جيت هنا تحت فايل سناب سناب ان ودخلت هنا على سكيورتي سكيورتي تمبلت، اوكي قالك ان دلوقتي التمبلتس بتاعتي اللي انا كريتها هتتحط تحت المسار ده باي ديفولت تحت ادمنستريتور دوكيمنت سكيورتي تمبلتس. هكليك عليها يمين واقول له ايه؟ نيو تمبلت، واسميها اي اسم، زي مثلا هسميها تيست، وادي له اي ديسكريبشن. ايه رايكم؟ مش الجزء ده هو نفسه الجزء ده؟ الجزء بتاع السكيورتي ده مش هو ده؟ تاني اهو، ده ده هو نفسه ايه؟ الجزء ده صح. انا كده جهزت تمبلت، عدل فيها بقى زي ما انت عايز. على سبيل المثال مثلا تحت بلاش اوديتنج لسه، اكونت بوليسز نخليها مثلا باسورد بوليسي انفورس هيستوري بعد مثلا 20 مرة ماكسيمم 60 يوم مثلا، وقال لي المينيمم هو لوحده اساسا ظبطها كتير قوي 30 وخلاها يوم. اللينس دي خليها انيبلد، باسورد ماست ميت كومبلكستي ريكويرمنت. ظبط التمبلت زي ما انت عايز. بعد كده تسيفها ازاي؟ تعالى تست دي كده وقول له سيف، اتسيفت كده تحت المسار ده. لو عايز تسيفها بمسار تاني طبعا قول له ايه؟ سيف ايه؟ حاضر، انت كده جهزتها، انت كده ايه؟ جهزتها تمام. لو عايز تطبقها بقى تعمل ايه؟ تعالى على الجزء ديت اللي هي الجروب بوليسي ذات نفسه، كليك هنا يمين وقول له امبورت بوليسي. مش هي دي؟ هو سيف عليا ايه؟ ملف ابتداله طبقها هنا تمام. هو برضه يا اسلام على فكره، يا اشرف على فكره، لو انت جيت هنا من سيرفر مانجر تحت تولز في هنا جزئيه بتاعت سكيورتي، فين فين لوكال سكيورتي بوليسي، دي البوليسيز هي نفس الجزء ده اهو، دي البوليسي اللي مطبقه لوكالي على الماشين دي. لا دي اللي بتطبقه، دي اوريدي اللي بتطبقه. انت لو عايز تقارن ما بينهم اساسا في تول، في تول هنا اهو تحت الام ام سي فايل اد وريموف سناب ان. لو حبيت ان انت اصلا تطبق يعني تقارن ما بينهم قبل ايه؟ قبل ما تطبقها سكيور سكيورتي كونفيجريشن اند اناليسيز تمام. هتكليك هنا يمين تقول له اوبن داتابيس. ايه ده، هو انت عندك داتابيس؟ لا، هي اوبن داتابيس هي حركه رسمه شويه من مايكروسوفت. انت بتكري الداتابيس، وفي الداتابيس دي اساسا بيبدا ان هو يديتكت ايه هي البوليسز اللي متطبقه على السيستم، وايه هي البوليسز اللي انت تطبقها على التمبلت بتاعك تمام. فهسميها هنا اي اسم اوبن، هي دي اساسا التمبلت اللي انا عايزه تست عليها. اوبن تمام، كليك يمين واقول له انالايز كمبيوتر نيم، واقول له ايه؟ انلايف كمبيوتر نيم. طب خلاص اثبتت فعلا ان هي البوليس اللي انا عايزاها، اروح قايله له من هنا اقول له ايه؟ كونفيجر كمبيوتر نيم. طب تعالوا نقول له انلايز الاول، هيبدا يقارن دلوقتي ما بين الاثنين. ايه رايك؟ هيبدا يقارن ايه؟ ما بين الاثنين، دي اللي انا عملتها ودي اللي متطبقه اوريدي على كاس الكمبيوتر بتاعي. الاثنين اللي زي بعض بيصير لي هنا عليها علامة صح خضرا كده، اللي مش زي بعض بيديني عليها علامة غلط. اثبتت فعلا ان هي دي اللي انت عايزها يا اشرف، تكليك يمين زي ما قلت لك وتقول له ايه؟ كونفيجر كمبيوتر.
في اي مشكله في الجزء ده؟ تمام. اخر جزئيه بقى عشان يبقى خلصنا كده من جزئيه السكيورتي على الجروب بوليسي. بسم الله الرحمن الرحيم. او لسه جزئيتين يا ربي. لو انا جيت دلوقتي على مكنه التن، ايه رايكم ان انا ممكن ان انا اضيف جروب دومين جروب عند دومين جروب موجود يعني على الدومين كنترولر، اضيفه عندي اساسا على الجروب جوه اللوكال ماشين. بمعنى ايه؟ لو جيت دلوقتي فتحت هنا فايل اكسبلورر، كليك يمين مانج، تحت لوكال يوزرز اند جروبس في عندي هنا مجموعه من الجروبس اهي، صح؟ ممكن ان انا اقول له هنا مثلا تحت الاكونت او تحت الجروب اللي هو ادمنستريتورز، هو تحت مين؟ عبير، اللي هي دي اللوكال اكونت يعني، وجروب اللي اسمه ادمنستريتور. تمام. ممكن كمان اقول له اد ادفانسد. تمام. هشيل بس الحاجات دي، انا عايز اسيرش بس على مين؟ الجروبس. فايند ناو، انا عندي سيلز جروب مثلا، عايز اضيف السيلز جروب تحت مين؟ تحت الادمنستريتور. يبقى ممكن ان انا اضيف دومين جروب عندي على مين؟ على اللوكال جروب. تمام. بس ثانيه واحده بقى، انا هكنسل مش هابلوي ادمنستريتور، انا كنسلت. تمام. انا عندي عدد ماشينز كتير في الشركه بتاعتي، مش هلف على ماشين ماشين وابدا ان انا اعمل الكلام ده. امال اعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق الجروب بولسي. ممكن عن طريق الجروب بولسي اضيف اساسا دومين جروب جوه اللوكال جروب بتاع الاكاديمي. ازاي؟ لو جيت هنا على مستوى، انا عايزه بس ايه، بدل ما العب في الديفولت هلعب مثلا على اللي انا مطبقاها على مستوى اي جي دي مثلا على سبيل المثال. تعال اعمل واحد جديد، كليك يمين كرييت ولينك، واسميها مثلا دومين جروب. ادي دومين جروب، كليك يمين عليها اديت. لو دخلت هنا تحت بوليسز، تحت ويندوز سيتنجز، تحت سكيورتي سيتنجز، تكييف ايه؟ تمام. لو دخلت تحت، النبي بص ما تلخبطنيش، عندي هنا ايه؟ في ريستريكتد جروبس، ماشي يا اشرف؟ ريستريكتد جروبس. هاجي هنا اكليك يمين واقول له اد جروب. هاجي هنا اقول له ايه؟ اد جروب. مين الجروب اساسا؟ ده الجروب اللي هو اللوكال، ده الجروب اللوكال اللي على المكنه بتاعت ايه؟ ويندوز 10. فاقول له مثلا ان انا هضيف جوه الجروب اللي اسمه ادمنستريتورز. اوكي؟ هضيف جوه مين؟ بص هنا بيقول لي ممبرز اوف ذيس جروب، وممكن كمان ذيس ممبر او ذيس جروب يكون ممبر من جروب تاني. لا انا هقول له اد راوز سيلز، اعتقد كان اسمه سيلز جروب ده مثلا، اي واحد من دول. اوكي. يبقى انا كده ضفت سيلز اندرسكور جي يا اشرف، ضفت كده سيلز اندرسكور جي، ضفتهم في مين؟ في الاكونت اللي اسمه او في الجروب اللي اسمه تمام. تعال نتست بقى كده على مكنة التن هنا، جي بي ابديت. انا لما يخلص كده هوقف معايا. خلص يا اشرف، خلص اهو، ريفرش بس. لو جيت دلوقتي على الادمنستريتور لقيت جوه مين؟ انت عندك جروب موجود على الدومين، عايز الجروب ده تديله صلاحيات الادمنستريتورز على اللوكال ماشين، بحيث ان هو على اللوكال ماشين يقدر ينفذ اي اكشن. واضحه؟ طبعا مش هتضيف سيلز اندرسكور جي، انا بس بتسمع على اي جروب عندي. هيبقى عندك مثلا جروب على الدومين اسمه اي تي مثلا، فانت عايز تديله صلاحيات الادمنستريتور على اللوكال ماشينز كلها. واضح يا اشرف؟ تمام. تمام. اخر حاجه بقى عشان نخلص من السكيورتي، تمام، الاوديتنج. بس قبل الاوديتنج صحيح في حاجه بس عايزه اقولها لكم في السكيورتي اوبشن. لو جيت هنا تحت نتورك، مايكروسوفت نتورك، فين اللي انا
انتوا بتعملوا ايه؟ نتورك في هنا number of previous interactive logins, number of previous logins to cache in case domain controller is not available. دي مهمة شوية. ده عبارة عن ايه؟ اخدتوا بالكم قبل كده ان ساعات يكون الدومين كنترولر واقف واجي اللوجن على مكنة الكلاينت بالاكاونت بتاع الدومين كنترولر وبيدخلني عادي؟ تاني الدومين كنترولر مثلا ساعات ما كنتش قومته واجي اللوجن على مكنة الكلاينت بيدخلني وانا بكتب يوزر نيم وباسورد موجودين على الدومين وبيدخلني عادي. ليه؟ الديفولت 10 مرات. الديفولت ان هو بيكيش الباسورد عنده لمدة قد ايه؟ هيسمح لي ندخل بيها بنفس الباسورد 10 مرات رغم ان الدومين كنترولر واقع. تمام؟ تقدر تعمل ديسيبل للكلام ده. حطها زيرو. دونت كاش لوك. يبقى معنى كده ان الدومين كنترولر لو واقع لو مفيش كونكتيفيتي ما بينه وما بين الكلاينت، الكلاينت اصلا عمره ما هيبقى ايه؟ ها؟ عمره ما هيقدر ان هو يقصني كيف على الكلاينت على المكنه يعني اللي هي ممبر من الدومين يعني طالما مفيش كونكتيفيتي ما بين السيرفر والكلاينت. واضحه؟ تمام. نتست برضو الاول كده على مكنه الويندوز 10. على ريستارت كده بسرعه. تمام معايا كده؟ انا عملت ريستارت بس عشان كنت عايزاكم تشوفوا دي فوق ايه تي شوت كومباني وتحت اوف يو ار نوت اوثرايزد لوج ان دول عشان بس اوريكم فعلا ان الكلام اللي احنا عملناه في اليوزر رايت كده ده. تمام اوكي ده البانر اللي كنت عايز اوريه. ندخل بقى على اخر جزئيه في دي ويبقى خلصنا كده الجزئيه بتاعه الرايتس الاوديت. الاوديت ده الاوديت ده بقى مراقبه. اوديت معناها مراقبه. انا عايزه اراقب ايه؟ على سبيل المثال مثلا ممكن اراقب سيبكم من اللوجن دي دلوقتي خلينا في الثانيه اكونت مانجمنت. يعني ايه؟ انا عندي يوزرز انا ممكن اكون مديالهم بيرميشنز ان هم يعملوا اديت في البروبرتيز بتاعت اي اوبجكت على الاكتف دايركتوري صح؟ يعني زي ما قلنا قبل كده ممكن الجزئيه دبل كليك مثلا على اليوزر الجزئيه بتاعت اورجانيزيشن دي الحاجات دي ممكن اكون مش انا اللي بعملها انا مديها صلاحيات لناس ثانيه هي اللي تعمل لها اديت. انا ممكن اراقب هما بيعملوا ايه. اي حد يلعب في اي اوبجكت او يعدل في اي اوبجكت اراقبه. دايركتوري سيرفيس اكسس اي سيرفيس ليها علاقه اساسا بالسيرفر بتاعي فايل سيرفر مثلا اي حاجه من الحاجات دي برضو اراقب الناس بيعملوا عليها ايه. لوجن لوجن يعني ايه؟ اي حد بيلوجن على السيستم بتاعي اراقبه. طب ايه الفرق ما بين لوجن واكونت لوجن؟ مش الماشين في البدايه هي ذات نفسها بتعمل اوثنتيكيشن وبعد كده اليوزر بيكتب يوزر نيم وباسورد؟ احنا شرحنا الكلام ده زمان صح؟ الماشين ذات نفسها وهي بتقوم وهتبقى خلاص داخله يعني على الدومين هتظهر فين؟ تحت لوجن ايفنت. لكن اللي هيظهر تحت اكونت لوجن ايفنت دي الكريدنشالز بتاعت اليوزر اللي بيلوجن على الماشين اللي هي ممبر بتقول. تمام؟ تاني صلاح؟ تاني. لوجن ايفنت معناه ان المكنه ذات نفسها اللي هي ويندوز 10 دي وهي بتقوم تمام انا عايزه اراقبها وهي بتقوم فهتظهر لي تحت مين؟ لوجن او اعمل انيبل سوري للوجن ايفنت. لكن اليوزر بعد ما المكنه خلاص عملت اوثنتيكيشن احنا قلنا قبل كده زمان ان الجهاز ذات نفسه بيعمل اوثنتيكيشن قبل ما اليوزر بيعمل اوثنتيكيشن تمام. اليوزر بقى عبير بعد ما يكتب الباسورد بتاعه هراقبه عن طريق اكونت لوجن ايفنت. تمام. اوبجكت اكسس الاوبجكت اكسس ده عايزه اراقب فولدر او فايل معين اي يوزر عندي بيعمل عليه ايه اليوزرز بيعملوا عليه ايه. بوليسي تشينج لو حد انا مديله صلاحيات يعدل في الجروب بوليسي لو حد عدل في الجروب بوليسي يظهر عندي هنا. بريفليج مش انا كل يوزر ببقى مديله صلاحيات معينه لو حد استخدم البريفليج دي البريفليج لو حد استخدم البريفليج دي يظهر هنا. تمام. بروسيس تراكنج ده خاص بالناس الديفلوبرز مثلا اللي بيعملوا اديت على سوفت وير معين. سيستم ايفل ده خاص بالسيستم ذات نفسه. تمام. تعالوا مثلا اجي هنا على اوبجكت اكسس انا هديفاين هنا الاكسس ده او الاوديت ده في حاله السكسس وممكن كمان في حاله الفيلير.
ده معناه ايه؟ يعني مثلا لو يوزر عندي بيدخل على فولدر او على فايل تمام، ونجح ان هو يدخل على الفولدر ده او يفتح الفايل ده، نجح هراقبه. طب لو فين انا مش مديله برميشن، جه يعمل دبل كليك على الفايل واداله اكسس ديناي، مش انا براقبه في حاله الفيلير؟ برضه هيظهر عندي لوج يقول لي فلان الفلاني حاول يدخل على الفايل ده بس كان في حاله او ما قدرش يعني يدخل على ايه الفايل ده. يبقى تاني في حاله السكسسفول فيلير يعني ايه؟ اليوزر دخل على الفولدر او الفايل، الحاجه اللي انا عايز اراقبها ايا كان سواء فولدر او فايل، قدر يدخل عليها مثلا، في حاله السكسس هراقب يظهر عندي لوج. في حاله الفيلير جه يفتح مثلا دبل كليك عليه ظهر قدامه ايرور مثلا، برضه يظهر عندي لوج. تمام؟ فده مثلا اللي انا هراقبه دلوقتي. هاجي هنا على السيستم بقى بتاعي، انا لازم احدد ايه هو الفولدر اللي انا عايزه اقربه، زي مثلا بابليك ده مثلا، هكرد جوه فايل تحت مين؟ الايفنت، ممكن اجيبها من هنا او ممكن من تولز، هدخل هنا على كمبيوتر مانجمنت مثلا، كانت موجوده في تولز برضو ايفنت فيور، او ممكن برضو من هنا ايفنت فيور. احلى حاجه في مايكروسوفت عشان توصل لحاجه معينه 10 طرق عشان توصل للحاجه دي. تمام؟ لو دخلت هنا على ويندوز لوكس المفروض انه هيظهر تحت السكيورتي، المفروض انه هيظهر تحت مين؟ السكيورتي. واو ده في شويه لوجز مهوله، انا هعمل لها كلير دلوقتي، كلير لللوج، كلير. طبعا انت في البرودكشن اوعى تعمل حركه زي دي، المفروض ان انت لو هتكلير اتليست سايف، لانك ممكن تحتاج قوي في يوم من الايام ان انت تدخل على اللوجز دي تشوف ايه اللي كان بيحصل في السيستم بتاعك في الباك جراوند. بالمناسبه اللوجز دي كلها جايه منين؟ اليوزر لما بيعمل لوجن او لوجن بيلوجن على السيستم في حاله السكسس انا براقب ده باي ديفولت. تمام؟ لو قلت له كلير، اول ما قلت له كلير ظهر لي اصلا لوج بيقول لي اساسا ان الادمنستريتور عمل كلير لللوج. في حاجه بس الاول تعالوا نظبطها، تعالوا نعمل الجروب بوليس دي بدل ما انا اطبقها على مستوى الاو يو هطبقها على مستوى الدومين كنترولر ذات نفسه، عشان انا هتست دلوقتي من جهاز الدومين كنترولر ذات نفسه. تمام؟ فاجي على دومين كنترولر، ديفولت دومين كنترولر، اديت بوليسز ويندوز سيتنجز فين سكيورتي اوديتنج، هطبق على مستوى الاوبجكت في حاله السكسس وفي حاله الفيلير. تمام؟ انا كده سرحت للجروب بوليسي، بس فين الاوبجكت اللي انا عايزه تست عليه؟ هدخل على سبيل المثال على ذيس كمبيوتر على الاي مثلا سي انا ممكن ان انا اطبق دلوقتي الاوديتنج ده على مستوى فولدر كامل او على مستوى ملف. انا هطبقه دلوقتي فور سمبلستي على الملف بس، عشان زي ما قلت لكم مجرد اكشن بسيط بيجنريت كميه لوجز مهوله. تمام؟ سي دلوقتي هكليك يمين على الفولدر بروبرتيز سكيورتي ادفانسد، احنا كنا شرحنا كل التبات دي ما عدا مين؟ الاوديتنج. هدخل عليها واجي هنا اقول له ات، مين هو اليوزر اللي انا عايزه تست عليه؟ سي ان انا عايزه تست على الاوثنتيكيتد يوزرز كلهم. تمام؟ ايه الاوثنتيكيتد يوزرز دول؟ على مستوى الفورس صح؟ اوكي. عايزه دلوقتي اراقب الاوثنتيكيتد يوزرز في حاله السكسس ولا في حاله الفيلير؟ قول مثلا. خدوا بالكم من حاجه، لو انا قلت له قول وهناك في الاوديتنج ما كنتش فعلت الا السكسس بس خلاص صح، يبقى اللي هيجي لي بس ايه؟ السكسس، الفيلير مش هيجي. تمام؟ عايزه اراقب ايه؟ انا ممكن اراقب مثلا في حاله الرايت، في حاله الريد الراجل ده فتح الملف وقراه، ممكن اقول له في حاله ان اليوزر كمان قدر يعمل له رينيم مثلا. تمام؟ انا دلوقتي اراقبه مثلا على سبيل المثال في حاله الفول كنترول. تاني اللوجز، سوري اللوجز عندي هي فاضيه. تمام؟ جاست بس لو جيت دبل كليك على الملف ده، تعال ندخل بقى هنا كده اف 5، واو واو شوف كميه لوجز قد ايه، عشان بس عملت دبل كليك على الملف. هنا في طبعا في حاجات في حاله اللوجن وفي حاله اللوجوف. تمام؟ اللي انا عايز اراقبه في حاله ايه؟ الاوديت. اوديتنج سيتنجز وير تشينجد، ده بيقول لي يعني ان اليوزر او الادمن قدر ان هو يغير الاوديتنج على مستوى الملف،
طب تعالوا نعمل اكشن كده معين مثلا على الملف ده. كتبت داتا اف 5 في ظهر عندي لوجز تانية اهي. تمام. ان اوبريشن ويز برفورمد ان اوبجكت. مين الاكونت اللي عمل التشينج ده؟ الادمنستريتور. رايت. قدر يعمل ايه؟ رايت. دخل على دي الادمنستريتور. دخل على الاوبجكت اكسس وبعد كده رايت. شفتوا كمية لغز قد ايه؟ عشان بس اكشن يتم حصل. بالمناسبة في هنا في حالة السكسس وفي حالة الفيلير لوجن، كل شوية لوج ان لوج اوف. هو انا هنا في حالة ال كليكت يمين اديت على مستوى الدومين كنترولر، حالة السكيورتي اوديتنج، تمام. في حالة دلوقتي ايه؟ اللوجن واللوجف. هي مش ظاهرة هنا على فكرة. لا هي مش ظاهرة هنا. خلاص سيبوكم. تمام؟ في أي مشكلة في الجزء ده؟ ده الخاص بحوار ايه؟ الأوديتنج. تمام؟ يبقى كده خلصنا جزء السكيورتي.